وقفة اليوم أنا مخصصها بالذات للوالدة. أي نعم، أنا مخصصها لوالدتك، والدتك اللي طعمتك وكستك ويا ما شالت عنك الأذى ويا ما سهرت من أجلك ويا ما رضعتك ويا ما مشتك، وكانت تفرح لما ابنها اللي هو أنت قاعد تسمعني الآن كانت تفرح فيك أول ما بلشت توقف وتمشي على الطرابيزة، ومرة تمشي ومرة توقع وتضمك، ولما تعيط تيجي تمسح دمعتك، ولما إنك يصير في عليك الأذى تروح تغير لك وتترك طعامها وشرابها مشان تروح تغير لك الأذى عنك وتغير لك ملابسك وتغسل وجهك، ياما إنك قمتها عن أكلها مشان تشربك مي، ياما إنها خلتك تتغدى قبل ما تتغدى هي، وياما هي ظلت جوعانة عبين ما تطعميك وتشبعك وتشوفك ضحكت وروح تتلعب وتيجي هي تمسك صحنة تبلش توكل. مش هاي أمهاتنا؟ كثير من عائلات المسلمين، من رجال المسلمين، من شباب المسلمين بيجمع حاله على الأكل هو ومرته وأولاده قاعدين بوكلوا، بروح ببعث لها الختيارة وبسميها ختيارة، بروح مزودي لها صحن أكل. أمك مش ناقصها أكل، أنت مش قاعد بالطعم بس، أنت مش قاعد بتحط الأكل قدام بس عندك مربيه في البيت، أمك بدها تشوف دخلتك عليها على البيت وتشوف حضنك وأنت تحضنها وتقبل عجبينها وتقبل على إيدها. يا شباب المسلمين اصحوا على حالكم، اصحوا على عتب الأمهات، على قهر الأمهات. الأم لما بتحط لقمة الأكل في رمضان عشان توكل بصير تتذكر أولادها لما كانوا صغار وكانت تجمعهم على سدر واحد وتجمعهم على طاولة واحدة وتشوف هذا أكل وهذا ما أكل وهذا جوعان وهذا شو نقص عليه، وكانت تفطرك قبل ما هي تفطر وتعزم عليك المي والأكل قبل ما هي تفطر. وإنت الآن تطلع على منظرك قاعد أنت أولادك ومرتك توكلوا مبسوطين، وتطلع عليها هي في بيتها الآن قاعد هي وأبوك، إذا كان أبوك ما زال حيا يرزق، ولا إذا كان والدك متوفي تطلع عليها الآن أنت بعث لها صحن أكل. إذا بعثت لها هو صح بدعي لك بقول لك الله يسعدك ويجمع بينك وبين مرتك وولادك، بديش منك إشي، هاي كلمة بتطلع باللسان لكن من القلب من جوا أكبر فرحة للأم والأب يشوفوا أولادهم حواليهم قاعدين بيفطروا جنبهم. أدخل الفرحة على قلب أمك وعلى قلب أبوك واعرف اليوم موجودين لكن بكرة مش موجودين. على فكرة واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني عامل عمل كبير، انت عارفين شو مسوي؟ قال يا رسول الله حججت بأمي على ظهري فهل أديتها حقها؟ انت عارفين شو يعني حجت أمي على ظهري؟ يعني طلعت فيها من المدينة لمكة مسير 10 أيام وهي على ظهري، وصلت على مكة طفت فيها طواف القدوم 7 أشواط بالزحمة على ظهري، طلعت فيها على منى يوم التروية على ظهري، طلعت على عرفات من منى على ظهري، وقفنا بجبل عرفات على ظهري، انزلنا على مزدلفة وهي على ظهري، صبحنا يوم العيد في منى ورمينا الجمرة على ظهري، انزلنا على مكة وطفنا طواف الإفاضة وهي على ظهري، ارجعنا على منى ونمنا 3 أيام كل يوم نرمي 3 جمرات كل جمرة ب7 حجارة وهي على ظهري، واليوم خلصنا الحج. أنا يا رسول الله أديتها حقها؟ هو متوقع يقول له النبي أديت والله يعطيك العافية. اطلع في النبي نظرة، بديك تغمض عينيك وتتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اطلع بوجه الشاب، اطلع في النبي قال له ولا طلقة من طلقات الولادة، أنت ما عملتش إشي. فالصحابي استغرب قال له طب ليش يا رسول الله أنا عملت إشي كثير؟ فقال عليه الصلاة والسلام حملتك ترجو حياتك وحملتها ترجو وفاتها. لما كانت هي حامليتك أمك كانت تحط إيدها على بطنها وتقول بكرة ابني بيجي وبكبر وبصير زلمة وبجوزه بشوف أولاده، لكن أنت وانت رايح حاملها على ظهرك كنت تقول إن عاشت أم السنة ما بتعيش الجاي، إن عاشت السنة الله أعلم تكون السنة الجاي موجود ولا لا. الفرق بينك وبينها إنك أنت لما حملتها تنتظر وفاتها، وهي لما حملتك كانت ترجو حياتك. لكل أم بقول الله يجعل كل عمل عملتي بصحيفة حسناتك ويعطيك عنا كل عافية، اللهم اجزي عنا والدينا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم إني أعيذ أمي بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم أعنا على برها
حتى ترضى عنا فترضى. اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها. اللهم ولا تتوفاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضا. اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها. اللهم أطل في عمرها مع العافية في صحتها ودينها. اللهم لا تجعل لوالدتي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك. اللهم وأقر عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا. اللهم اجعل أمي لا تشكو همّا ولا تتألم وجعا، وأسعدها سعادة لا اكتفاء منها. اللهم اجعل أمي لا تشكو همّا ولا تتألم وجعا، وأسعدها سعادة لا اكتفاء منها. اللهم ارزقها عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل والدتي من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك. ربي لا تريني بأمي ضعفا يبكيني، واجعلني بها من البارين يا أرحم الراحمين.